نيجي بقى القلب والفؤاد اللي محيره الناس كلها. انا كنت بحج طبعا السنه اللي فاتت، ما كانش فيه حج، الحجه اللي قبل دي يعني. فقاعد في عرفه كده ومغلباني جدا القلب والفؤاد، ايه الفرق اللي بينهم؟ وربنا يقصد ايه بقلب وبفؤاد؟ وفي ايه واحده ذكر القلب والفؤاد؟ لقيت ايه: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. ربنا قال ان السمع، ما قالش ان الاذن، وقال ان البصر، ما قالش ان العين، وقال ان الفؤاد، ما قالش ان القلب. اذن الفؤاد هي وظيفه القلب. احاسيسك اللي انت بتحسها، انا متضايق من ده، انا ما ده قلبك، قلبك ما فيهاش مناقشه. وفي كتير جدا 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 مننا يعني زي ما يكون وحي، طبعا هو مش وحي بس زي ما يكون وحي: ما تروحش الحته دي، ابنك ما تخليهوش يعمل كده، ده احاسيس القلب. فاحاسيس القلب هي الفؤاد، كلمه فؤاد هي ما. وبالتالي: وكان فؤاد ام موسى فارغا لولا ان ربطنا على قلبها، اللي هو العضو بقى. لا، تعالى يا قلب ام موسى، انا مش هخليك تبقى زعلان كده.